من المعتاد مع حلول أي مناسبة دينية تشهد بورصة أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا محسوسا، إلا أن المعادلة انقلبت هذه المرة بانخفاض أسعارها إلى 280 دينار جزائري بعدما كانت 450 دينار جزائري. نتابع التفاصيل مع إيمان عياش. بعد الجدل الكبير الذي أثارته أسعار اللحوم البيضاء عرفت اليوم تراجعا واستقرارا، فرغم مناسبة محرم إلا أنها لم تتأثر وبقيت على حالها. كما نقولوا احنا سمانة اللي فاتت واللي قبلها كان حتى 35 ألف بيدي، وكاو الحق حتى 28 ألف بيدي. كما اسكالوب كان تاع الجرج 75 أو 60 ألف. إي كويس صافا، ترى دوز ديز حتى 10 ألف الواحد كويس. احنا عندنا واحد 10 سنين اللور ولا بالك كانوا كانت كي كاش ما يكون موسم هكذا محرم عاشورة ولا تمشي السلعة. والناس يزيدوا في السوق شويه، مي في الوقت اللي رانا فيه ولا كي محرم كيامات نطف اي نهار تروحي تسقسي اللي ليفري السلعه ما على بالوش باللي رانا في محرم. وفره الانتاج كان عامل اساسي لانخفاض الاسعار حسب التجار، هذا عكس ما شهده فصل الصيف الذي كان الطلب اكثر من العرض. حق السلعه، السلعه كاينه، صافي تحبط السومه، كيما يكون السلعه يطلع السومه. دوكا ولا وجد السلعه، كاين السلعه، دوكا وشنو؟ لابد يهبطها. كي تهبط السلعه باش يمشي السلعه تاعو يخليها ياكلها تموت له من بعد ولا الاخر ما دابها تهبط السلعه باش تمشي تراهي. كي تكون سلعه ناقصه توجور تطلع على حسب العرض والطالب. لكن السلعه عليها العرض بزاف، كي تكون السلعه كيما نقولوا هنا ما نقولوا كونتيتي تكون حاجه قليله ما كاش بزاف السلعه الاخر تعرف ارتفاع، بصح كي توفر السلعه تكون متوفره حاجه ولا تلقى روحها بلاصه تولي سومه تاعها الاسعار تاعها كيما نورمال. يبدو أن سيناريو ارتفاع بورصة اللحوم البيضاء الذي كان يتكرر كل مناسبة قد انقلب هذه المرة، فعوض ارتفاعها شهدت انخفاضا، فهل هو انخفاض مؤقت؟